بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم ارزقنا التوفيق والإخلاص كنا معكم في المعايير العقلية السرمدية وشرعنا في مبدأ سبب الكافي وبينا بعض الحيثيات ووصلنا إلى الغاية فمبدأ السبب الكافي يتماهى في الغاية مبدأ الغاية نعم مبدأ الغاية من المعايير العقلية أنت تقرأ القرآن الكريم ما شاء الله أنت مؤمن فركز في الخطاب القرآني إذا كان في التكوينيات حتى في الاعتباريات تجد العلة الصورية العلة المادية العلة الفاعلية والعلة الغائية وتجد المعدات كذلك والشروط متجلية في الخطاب القرآني شيء جميل الإنسان يعرف هذه المعايير حتى يفهم جيدا المتون أو النصوص كيف تستقر نعم حتى يصل إلى المعنى بسهولة نعم تقول هذا تعليل بالغاية هذا تعليل بالعلة الفاعلية هذا تعليم بالعلة المادية هذا تعليم بالعلة الصورية هنا معدات وليست فاعلة بالأصالة شيء جميل نعم شيء جميل إذا تحدثنا عن مبدأ السبب الكافي والعلة الفاعلية قلنا حالة خاصة لمبدأ السبب الكافي تحدثنا عن مبدأ الهوية يعني الهويات في استقرارها هذا هو الصحيح يعني مبدأ السبب الكافي هو الذي يحث يحثنا على فهم هذه المسألة أن الهوية يجب أن تستقر هوية يجب أن يجب أن تستقر يعني ما فيه ملاك يرفع هذه الهوية ما دامت ما دامت هي متعينة ما دامت هي متعينة إذا قلنا المثلث المثلث دائرة يعني المثلث هوية المثلث دائرة موضوع محمول إذا قلنا المثلث دائرة يعني انتفاء للمثلث وإذا قلنا الدائرة تحمل على المثلث انتفاء للدائرة هذا تناقض قلت المثلث لا تأتي به الدائرة يجب أن يستقر المثلث ويتحرك في تعيناته. إذا مبدا السبب الكافي في دائرة الهوية يقول الهوية يجب أن تثبت. ولهذا الذات لا يعلل. لا يعلله أبدا. لا يقول المثلث لما مثلث. إذا مبدا السبب الكافي أصله من الواقع الخارجي. نعم. ينطلق من الهوية لا يسأل عن تعيينها الذاتي الإنسان إنسان الماء ماء ذهب ذهب هناك الأمر يمشي كما يمشي الماء في النهر طبيعة الماء في النار يمشي يتحرك كل شيء على ما يرام إذا هذا مبدأ سبب الكافي هناك في حالة استقرار تعينت الهوية بتعين يتتنفر منه مبدأ سبب الكافي في عدم الاستقرار يرفض يرفض ثم مبدأ التناقض يتدخل باللون الأحمر يقول مستحيل إذا مبدأ سبب الكافي هو الذي أفتى بالاستحاله يعني مبدا التناقض ينتظر مبدا سبب الكافي اذا على مستوى العله الفاعليه قلنا حاله خاصه لمبدا السبب الكافي على مبدا الهويه قلنا المبدا السبب الكافي حاضر هناك وفي استقراره هناك لا يسال شيء جميل يعني الواقع هو هكذا إذا كنا في دائرة الواقع مبدأ السبب الكافي أصلا لا يقلق لا يرفض تعينت الهوية بتعين لا تتنفر منه مبدأ السبب الكافي يسأل ملاك هذا التعين فالإنسان يبحث قد يكتشف ذلك الملاك كاملا وصلنا إلى الذاتي قد يكتشف ناقصا لم نصل إلى الذاتي يأتي غيره يكمل وهذا هو سبب تطور العلو الإنسان يشير إلى ملاك ليس هو الملاك الواقعي فهو في الزيف يعني ليس في متن الواقع فيأتي شخص عالم يكشف ان هذا الملاك زيف ياتي بالملاك الصحيح هناك مبدا سبب الكافي الصحيح اذا على مستوى التعينات ببركه مبدا الجوهريه هناك ياتي السؤال لما فياتي الجواب اما الضياء هذه البديهيات واما توسطات استدلاليه تبيينية المهم نصل الى الملاك الواقعي يعني وصلنا الى الذاتي وصلنا الى الذاتي مثاله الانسان عالم الانسان في تعينه انسان مبدا السبب الكافي هناك سكت هنا في الذاتي الانسان تعين بالعلم مبدا السبب الكافي يقول اين الملاك أين الملاك الذي يجعل العلم في هويته؟ تقول هذا الإنسان ما دام كتب مقالة راقية في الفلسفة في العقيدة في علم الأصول في فلسفة الأخلاق في السيبرنتيك في الفيزياء النووية لا يهم كتبها راقية وهي له. لم يدفع دولارات ليكتب له لا هو هذه اماره علامه على الكاشفيه عنده كاشفيه اذا اذا قلنا الانسان عالم هذا المحمول هو في الذات يعني العلم لا يحمل على الانسان بما هو انسان يحمل على الانسان بما هو متعين بكمال وهو الكاشفيه اذا العلم استقر في ذاته نعم اكتب ملحوظه نقطه اذا كان المحمول يعني التعين نبحث عن ملاكه وليس في الموضوع وانما في تعين من تعين في الموضوع لماذا ينسب الى الموضوع لماذا لا ينسب الى التعين إذا نسب إلى التعيير ما في علوم بعد ما في كشف ما في استدلالات مبدأ السبب الكافي خلاص مرتاح ينسب إلى الموضوع حتى نكشف الهوية بالنشاط الفكري نقول إنسان عالم نبحث عن ملاك كونه عالما هذه نقطة النقطة الثانية العلم لا هوية له يحتاج إلى مستقر وهو الجوهر فينسب إلى الجوهر فماذا سبب الكافي يقول نسبته إلى الجوهر نعم هو ليس في مرتبة الجوهر يجب أن يكون في مرتبة التعين يعني في تلك الكاشفية في ذلك الكمال إذا تعود إلى الهوية تجد عندها كمال علمي هو الذي أهل هذا الإنسان لكتابة هذه المقالة الدسمة في علم النووي، في الفلسفه، في العقائد، في الاصول، في الفلك، لا يهم. اذا الذي ابرز المحمول هو ذلك التعين. ذلك التعين. وبعباره بسيطه جدا هذا الانسان الذي كتب هذه المقاله الدسمه الراقيه عنده في باطنه سين والكمال العلمي في البعد العلمي في النظم المنطقي نخرج هذا السن نجعله محمولا ماذا نقول؟ الانسان عالم فمبدا السبب الكافي يقول من التعين بالعلم هو؟ هذه المقاله هذه المقاله امامنا هل المقاله هي الكمال الانساني لا علامه على الكمال لان صادرت من ذلك الكمال فوصلنا إلى الذاتي إذا مبدأ سبب الكافي كما كان في السبب وهو هو تماهى في السببية الإيجادية يعني في العلة الفاعلية وفي مبدأ الهوية كذلك موجود وساكت لأن في الذاتي كذلك في التعينات يجب أن يدخل في الغاية لأن هو الغاية كذلك لأن الغاية علة غائية حالة خاصة لي مبدا سبب الكافي يسمى مبدا الغايه معيار مستقل كما ان مبدا العليه معيار مستقل غايه الامر انه حالات خاصه لمبدا سبب الكافي لان مبدا سبب الكافي اوسع من العلل الاربعه ناتي الان الى مكونات الحقيقة المادية كان إنسان له بعد مادي نقول إنسان متشكل من بدن وروح في علاقة تكوينية بين الروح والبدن يعني النفس والبدن تشكل الإنسان فالروح كمبدأ للإنسان والبدن كمبدأ للإنسان هو مبدأ السبب الكافي نعم، في حالة خاصة هي علية المكونات للمكون هذه سهلة لا نركز عليها كثيرا. نعم. أقاربها بمثال عرفي تتضح ونمر إلى القانون. ذكرنا العلة الفاعلية قلنا حالة خاصة لمبدأ سبب الكافي ذكرنا الهوية وقلنا هناك مبدأ سبب الكافي مستقر وراضي لأنها في مرتبة الذاتي والتعينات يجب أن نرجح إلى الذاتي مبدأ سبب الكافي هناك لا يستقر إلا إذا وصلنا إلى الذاتي ثم ذكرنا العلة الغائية قلنا حالة خاصة لمبدأ سبب الكافي بيناها بي بناء البيت والدار، وبينا المكونات الداخلية للحقائق المادية، يعني العلة المادية والعلة الصورية، كالإنسان، العلة الصورية هي النفس، والعلة المادية البدن، يبقى القانون، أمثل بمثال عرفي للعلة المادية والصورية، ثم ننتقل إلى القانون، و... مبدا سبب الكافي زوج كريم يعشق زوجته ويعشق طبخها ويعشق الحلويات التي تصنعها عنده صديق ضيف يأتي عصرا أو بعد المغرب لمباحثة علمية لشيء ما عقلائي لا يهم يريد من زوجته يطلب من زوجته أنه تصنع هذه الحلويات لذيذة وهو يحبها كثير زوجته الكريمة تقول هذه الحلويات هذه المكونات السكر الطحين الخاص العسل الخاص إذا ما قلنا السكر البيض بعض المعطرات مجموعة من المكونات وهي تصنع هذه الحلوة نسيت السكر الذي يجعل الحلويات حلوة أو نسيت العسل الحلويات تأتي ناقصة يذوقها زوجها مع صديقه ليست حلوة يعني فاقدة للطعم المطلوب فيسأل زوجته هنا مبدا السبب الكافي يقول مكونه من المكونات ليست حاضره في هذا الكعك او هذه الحلويات زوجته تقول ما هو؟ قلت ليست حلوه ما فيها حلاوه آه نسيت ان اشتري السكر زوجته تجيب نسيت اني لم اشتري السكر إذاً ملاك تعيّن الحلويات بهويّتها بهويّتها حتى تتعيّن بمبدأ الهوية في نظم, نظم الخلقي نظم التحقق تحتاج إلى السكر مكوّنة ناقصة فرصة أخرى جاءت بجميع المكوّنات وصنعت هذه الكعك وأكلها مع صديقه مرتاح نعم إذا هذه المكونات حققت مقتضى أو ما يريده مبدأ السبب الكافي الهوية تتعين أم لا تتعين نعم فلا معنى أن نزيد السكر مرة ثانية يعني نحن في الذات الآن هذا بيان عرفي خيالي للمسألة وهي تسري في حياة الإنسان هذه المعايير معيار مبدأ السبب الكافي في جميع تفاصيل حياة الإنسان ننتقل إلى القانون إنسان عالم فاضل وعنده اموال يريد ان يؤسس لمدرسه مدرسه دينيه يعلم فيها الاحكام والقران والاحاديث والسيره والعقيده وما اشبه ذلك يبدا في البناء تم المدرسه يستدعي الاساتذه ويلتحق الطلاب بالمدرسه بدون اي قانون الذي بموجبه نصل الى الغايه ما هي؟ تكوين الطلاب، التكوين القوي هذه الغايه. هذه الغايه اذا اسس هذا الشخص الغني العالم هذه المدرسه بدون تكوين الطلاب، التكوين العلمي والاخلاقي والديني يعني المعنوي مبدا سبب الكافي يقول هذا لغو فعل لا قيمه له يجب ان تكون هذه الحقيقه ما لاجله الشيء وهو العله الغائيه العله الغائيه هي تكوين الطلاب معنويا ومعرفيا هذا هو مبدا سبب الكافي في دائره مبدا الغايه وليس هذا هو محط بحثنا ونتكلم عن القانون تخيل هذا الشخص العالم والغني وضع مديرا لهذه المدرسة هو الرئيس وفي مدير إجرائي بدون قانون فوضى عارمة فوضى عارمة أستاذ المنطق يأتي ويدرس الشعر أستاذ التفسير يأتي ويدرس الأدب ذاك يغيب ذاك لا يأتي يأتي في غير وقته فوضى عارمه اسألكم نصل الى الغايه تكوين الطلاب التكوين العلمي والمعنوي ابدا ابدا اذا هنا يستدعي الامر يعني الغايه والاستعدادات يعني المدرسه بجميع ابعادها هذا هو الموضوع الذي يتجه نحو الغاية يحتاج إلى نظمين هذا النظم ليس بيدك أنت وليس بيدي ما حاكم عليك إذا شئت أن تصل إلى الغاية ما هو تكوين الطلاب التكوين الصحيح المعرفي والمعنوي حاكم عليك هذا النظم يتجلى في سياق قانونية في سياق قانونية، القانون الأول، الثاني، الثالث، الرابع في البنود يلتزم بها المدير يلتزم بها عمال في الإدارة يلتزم بها الأساتذة، يلتزم بها الطلاب وإلا لا تتحقق الغاية مطلقا لا طالب يتكون علميا ولا معنويا. فتاتي هذه البنود فت... فنقول يجب الالتزام بالقانون يجب الالتزام بالقانون حاله معياريه مبدا السبب الكافي هنا يدخل لم القانون لم القانون فانت تجيب هكذا يعني انت المفكر تقول: طبيعة المدرسة تقتضي غاية وهي تكوين الطلاب علميا ومعنويا، طبيعتها وإلا صارت سوقا تبيع الخضر، لأن السوق غايته توفير المواد الغذائية للناس، هل طبيعه المدرسه تقتضي هذه الحاله ابدا اذا طبيعه الاشياء تقتضي غايه فتستدعي القانون يعني النظم الذي يوصلها الى هذه الغايه المدرسه طبيعتها ماذا تقتضي تقتضي الغايه يعني تكوين الطلاب علميا ومعنويا فحتى يتحقق هذا الأمر نحتاج إلى النظر فمبدأ السبب الكافي يريد أن يقارب هذا النظر يبحث عن طبيعة الشيء والغاية إذا وجد أن هذه الطبيعة تقتضي هذه الغاية بدون طبيعة لا معنى للغاية وبدون النظم هذه الغاية لا تتحقق النظم بعد يكتسب المشروعية نحن في الذاتي في الذاتي أنت تسوق سيارة من بيتك إلى الجامعة أو المصنع أو المؤسسة أو الثكنة إذا كنت عسكريا تتحرك في الطريق ولا تراعي الناظم مطلقا. يعني هذا القانون تضعه تحت قدميك. مستحيل ان تصل. مستحيل ان تصل الى المؤسسه. اذا طبيعه المجتمع المدني حتى تتحقق اغراضه العقلائيه وفي حركه للسيارات والدراجات هنا النظم يصير ضروريا مبدا سبب الكافي هنا يقول بالضروره يكون هناك نظم اذا تحقق هذا النظم انتهى بعد مبدا سبب الكافي لا يسأل إذا كان النظم في دائرة قوانينه ليس في دائرة هويته في دائرة هويته هو مفروض علينا حقيقة سرمدية لا في دائرة بنوده بنود النقص مبدأ السبب الكافي يقول الغاية لا تتحقق منها مثلا كفاءة الأساتذة تأتي لي بأساتذة تعبانين نعم سهرانين في السوالف لا دراسه ولا مطالعه ولا ولا تحقيق ولا تعميق ولا مباحثه تاتي بهذا الاستاذ من الغايه لا تتحقق مبدا سبب الكافي يقول انزع هذا الاستاذ وتاتي تاتي باستاذ متخصص مطالع محقق يتابع وعنده كفاءه في التدريس واخلاق جميله معه بعد مبدا سبب الكافي يقول حتما إذا تمت البنود الأخرى والتزمت حتما الطالب يتخرج أخلاقيا وعلميا إذا مبدأ السبب الكافي كذلك له مدخلية في القانون القانون الذي هو النظم أما هذه البنود فقط إبراز للنظم إبراز للنظم نعم من الإنسان حتى يلتزم بالنظم يحتاج أن يعلم به هوية النظم، نعم ثم يفعل إرادته فتختار أن تلتزم أو لا تلتزم، لا تلتزم يعني تعاند النظم، الغاية لا تتحقق، تلتزم وتتناغم مع النظم، الغاية تتحقق. اذا مبدا سبب الكافي يربط الغايه وهي تكوين الطالب علميا ومعنويا بالنظم وطبيعه الموضوع يربط النظم بطبيعه الموضوع والغايه يربط طبيعه الموضوع بالنظم والغايه بمعنى اذا جئت جئت بطبيعه لا تنسجم مع النظم ولا تنسجم مع الغايه لا يمكن ان يتحقق أن يتحقق شيء من الأشياء كونت لك مدرسة بنيت مدرسة وأنفقت عليها والنظم موجود القانون موجود بنوده رائعة جدا والغاية ما هي تكوين الطالب علميا ومعرفيا وأدخلت في هذه المدرسة الحمير والمجموعة من الحيوانات والبزونة والقط وكذا الغايه تتحقق تقولي ابدا شيخنا انت تستهزا بنا لا بيلك المساله طبيعه هنا لا تتناغم لا مع النظم لنا لا تعي طبيعه لا تعي ليست مدركه للكليات ليست قابله للتكامل المعنوي والمعرفي إذن الطبيعه هنا مبدا سبب كيف يقول لا تنفع تنفع لا تنفع دخلي الحمير في المدرسه نعم دخل بني ادم دخل الإنسان إذا مبدأ السبب الكافي يدخل في طبيعة الموضوع الذي يتحرك نحو الغاية طبيعة الغاية وطبيعة النظم طبيعة النظم هذا هو مبدأ السبب الكافي في بعد معايير عرضية ليست ذاتية معايير ثانوية إن شاء الله نتناولها في جلسة واحدة وهي مبدأ الاتصال ومبدأ الانفصال وإذا كان هناك بحث يتصل بالمعايير إن شاء الله سنشير إليه في الجلسة الآتية اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد